أصول الدعوة السلفية للشيخ العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فإن خير ما نستفتح كلمتنا هذه إنما هو قول الله تبارك وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنهم وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك هو الفوز العظيم. إن هذه الآية الكريمة هي الأساس الذي ينبغي لكل مسلم أن ينطلق منها لمعرفة الدعوة التي اصطلح بعض العلماء قديما وحديثا على تسميتها بالدعوة السلفية، وقد يسميها بعضهم بدعوة أنصار السنة المحمدية، وآخرون بدعوة أهل الحديث، وكلها أسماء تدل على معنى واحد. هذا المعنى الواحد طالما غفل عنه جماعات من المسلمين قديما وحديثا ولم ينتبهوا لها، أو أنهم انتبهوا لها ولم يرعوها حق رعايتها. ذلك لأن الناس قد مضى عليهم قرون طويلة وقد ران على قلوبهم الجمود على التقليد المذهبي بين أهل السنة الذين ينتمون إلى أنهم من أهل السنة والجماعة بعد القرون الثلاثة المشهود لها بالخيرية. ران عليهم الجمود على التقليد والتدين بالتقليد فضلا عن غير أولئك الذين لا ينتمون إلى مذهب أهل السنة والجماعة من الفرق الأخرى التي يشملها قول نبينا صلوات الله وسلامه عليه في الحديث المشهور: تفرقت اليهود على 71 فرقة، وتفرقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة،
كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: هي الجماعة. وفي رواية مفسرة للرواية الأولى قال عليه الصلاة والسلام: هي التي تكون على ما أنا عليه وأصحابي. فإذا هذا الحديث من الأحاديث الصريحة التي تدل دلالة واضحة على أن الفرقة الناجية من الفرق 73 التي أخبر رسولنا صلوات الله وسلامه عليه أنها ستقع في هذه الأمة، وخبره عليه الصلاة والسلام صدق، لأنه كما قال تعالى في القرآن الكريم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالفرقة الناجية علمها ليست فقط كما يدعي جماعات أخرى في هذا الزمان ومن قبل هذا الزمان، هذه الفرقة ليست علامتها فقط أنها تنتمي إلى العمل بالكتاب والسنة، فإن هذا الانتماء لا يستطيع أحد من المسلمين ولو كانوا من الفرق الخارجة عن الفرقة الناجية، لا تستطيع أي فرقة من تلك الفرق قديما أو حديثا أن تتبرأ من الانتماء إلى الكتاب والسنة، لأنها إن فعلت فقد رفعت علم الخروج عن الإسلام. ولذلك فكل الجماعات الإسلامية وكل الفرق الإسلامية، هذه الفرق التي ذكرها الرسول عليه السلام أو أشار إليها في الحديث السابق، كلها تشترك على كلمة واحدة ألا وهي الانتماء إلى الكتاب والسنة. أما الذين أشرنا إليهم في مطلع هذه الكلمة من السلفيين وغيرهم ممن ينحون منحاهم وقد يتسمون بغير هذا الاسم، فهؤلاء يختلفون عن كل الطوائف الإسلامية الأخرى بأنهم ينتمون إلى شيء آخر. هذا الشيء الآخر هو العصمة من الخروج عن الكتاب والسنة باسم التمسك والكتاب والسنة، ألا وهو التمسك بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم من أتباعهم وأتباع أتباعهم، ألا وهم القرون المشهود لهم بالخيرية في الحديث الصحيح، بل الحديث المتواتر الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ألا وهو: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فاتباع هؤلاء الجيل الأول، جيل الصحابة الأنور الأطهر ثم الذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، هؤلاء لا بد لكل من أراد أن يكون من الفرقة الناجية لا بد أن ينتمي إلى العمل بما كان عليه هؤلاء الصحابة والتابعون، وهم السلف الصالح الذين نحن نقتدي بهم.
وليس هذا الأمر من وجوب الاقتداء بهؤلاء السلف الصالح بالأمر المبتدع، بل هو الأمر الواجب الذي جاءت الإشارة إليه، بل التصريح به في مثل قوله تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فالله تبارك وتعالى قد ذكر في هذه الآية تحذيرا شديدا عن مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم ومشاققته، ثم عطف على ذلك فقال: ويتبع غير سبيل المؤمنين. ولا شك أن هذا المؤمنين الذين حذر الله تبارك وتعالى الناس من المسلمين أن يخالفوا سبيل المؤمنين، لا شك أن هؤلاء إنما هم الذين ذكروا في الآية السابقة من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. فقد رضي الله عنهم ورضوا عن ربهم. ذلك هو المعيار الذي يفرق بين المسلم الذي ينتمي بلسانه إلى الكتاب والسنة، ثم قد يخالف الكتاب والسنة حينما لا يرجع إلى العصمة من مخالفة الكتاب والسنة، ألا وهو التمسك بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فأنتم الآن أمام نص من الآية ومن الحديث الصحيح، ذكرت الآية سبيل المؤمنين، وذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه كما ذكر سنة الخلفاء الراشدين في الحديث الآخر الصحيح الذي رواه جماعة من أصحاب السنة، منهم أبو داود والترمذي والإمام أحمد وغيرهم، عن العرباض بن سارية قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: أوصنا يا رسول الله. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن ولي عليكم عبد حبشي وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وفي الحديث الآخر: وكل ضلالة في النار. فتجدون النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أيضا عطف سنة الخلفاء الراشدين على سنته عليه الصلاة والسلام. فهذا الحديث يلتقي مع حديث الفرقة الناجية، ويلتقي مع قوله تعالى في الآية الثانية، ألا وهي قوله تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ولذلك
فلا يجوز للمسلم باسم اتباع الكتاب والسنة أن يتبع آراء أو أقوالا تخالف ما كان عليه سلفنا الصالح، ذلك لأن ما كانوا عليه هو تبيان للكتاب والسنة. وأنتم تعلمون جميعا أن السنة هي بنص القرآن الكريم تبيان للقرآن الكريم، كما قال الله تبارك وتعالى مخاطبا شخص النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فكما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تولى بيان القرآن بسنته، وسنته تنقسم إلى ثلاثة أقسام: إلى قول وفعل وتقرير. وهذه السنة ليس لنا طريق إلى الوصول إليها والتعرف عليها إلا من طريق أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك فلا سبيل إلى أن يكون المسلم من الفرقة الناجية إلا بأن يتبع الكتاب والسنة وعلى ما كان عليه السلف الصالح. هذا الأمر الثالث يجب أن يكون ثابتا في أذهان المسلمين كلهم إذا كانوا صادقين في أن يكونوا من الناجين يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.